ما فيك تكون على طريق السفر وما تمر تاكل تنور من على الطريق. دي عمرها هي المهنة؟ هذا صرنا نحن على التنور 20 سنة، صار لي 20 سنة عملوا. أنا غليت الأسعار، أول فتحتي بالتنور كانت الوحدة ب10 ليرات، عمي غلينا أسعارنا. الجبني والقريشي والسلق ب400، والمحمرة والزعتر ب300. من أمتى بتحضري خالد؟ الساعة 7. أنا بأجي من المساء. المساء بأجين بضبوا بالبراد، بالصبح بلاقي مخمر كله، شفتيكي قرصوا وبرخيته حتى يرتاح، ومن ما وقف بخبز له الطعمة. ليه بتحسي بسعادة لما ياكل طعمة؟ والله أنا إذا ما كان العجين طالع وكيس أبحس بسعادة، بس إذا كان العجين كيس وطالع بطعم البشر أكل كيس ساعتها أنا وقت الذي بتجي أنت ولا خية ولا ابن عمي وبيجي بيقول لي الله يقويك هالأكل كويس أنا بنبسط. بتخمريها للعجينة وبسك؟ محمرة والصبح بلاقيها جاهزة بالدقيقة بخبزها بعملها. المحمرة ليك هينا مطبخة عنه. بمسك ايه ليك بغسله بقشره للبصل بغسله بفرمه وبجيب بطبخه بحط له سمسم حبة البركي نعناع ليك كمون زيت وبخلطه ببعضه ببعض وبضبه مجاميا. خيا هذه بطبخها لك انا تخلص كلها؟ ما شرط بس تخلصيها بس تحطيها بالبراد بس هلق بس تبرد بضبها بالبراد بججاميات وبخليها تبرد وبحطها بالبراد إذا حطيتها سخنة بتخيس لكن بتحمي وبحطها بها البراد تا يخلصني قبل ما يخلصني تعملي قبل ما يخلص وبعمل جديد لكن اي والله لصباحنا غير الإخبارية السورية زينب مخلوف.